أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. دعت الحكومة شركائها الإقليميين والدوليين إلى إطلاق برنامج شامل لإعمار البلاد واستعادة تعافيه الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن حجم خسائر الحرب تجاوزت 100 مليار دولار. قال وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات محمد الحاوري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي المنعقدة في أوزبكستان، قال إن اليمن يتطلع إلى دور رئيسي للبنك الإسلامي وشركائه في إعادة الإعمار وبناء السلام، بما في ذلك الدعم المباشر للعملة المحلية، ولفت إلى أن الحكومة تعمل مع شركاء التنمية لتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب والتي ستكون أساساً لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آفاق الفرص للتفاعل الدولي مع الدعوة الحكومية في ظل استمرار وفشل المساعي الدولية لإحلال السلام، والتحديات التي ستواجه عملية الإعمار والتعافي الاقتصادي. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تجاوزت 100 مليار دولار هي حجم خسائر الحرب الدامية المستمرة منذ 6 سنوات. وفق ما تقوله الحكومة فإن هذه الكلفة الباهظة كفيلة بإعادة إعمار اليمن وتحقيق التعافي الاقتصادي. الحكومة خلال اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي دعت شركائها الإقليميين والدوليين إلى إطلاق برنامج شامل لإعمار البلاد واستعادة تعافيها الاقتصادي والتنموي، وهي دعوة تأتي وسط غياب حلول قريبة تلوح في الأفق ونذر تصعيد عسكري وفشل للمساعي الأممية والدولية لحل الأزمة. سنوات الحرب المستعرة خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية ومنظومة الخدمات الضعيفة والمحدودة، وفق تقارير حكومية فإنها تسببت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50% خلال 5 سنوات الماضية. ومع اشتداد أسوأ كارثة إنسانية في العالم فإن الحاجة ماسة إلى تكاتف دولي لتقديم الهبات والمنح والقروض طويلة الأجل لبناء ما دمرته الحرب وإعادة الاقتصاد المنهك إلى خط التعافي. وفي الوقت الذي يتطلب من السعودية قائدة التحالف القيام بمعالجات اقتصادية ضمن خطة إعادة الإعمار تقوم بتسريح العمالة اليمنية، ما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور، فالمملكة يقع على عاتقها بمعية الدول التي تشاركها التحالف المسؤولية الأكبر في احتياجات إعادة إعمار اليمن. في مارس الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن بلغت 1.7 مليار دولار، ما يمثل أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتجنب المجاعة. والسؤال هنا: كيف سيتم برنامج الإعمار للبلاد واستعادة تعافيه الاقتصادي في ظل هذه المعطيات التي وصفتها الأمم المتحدة بالمخيبة للآمال؟ أهلا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيوفي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، كما أيضا ينضم إلينا المحلل الاقتصادي محمد الجماعي وأيضا الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك سيد مصطفى. إذن كيف يمكن النظر إلى هذه الدعوة من قبل الحكومة الشرعية وتوقيتها؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. والحقيقة أن هذه الدعوة ليست جديدة، فسبق للحكومة الإعلان عن هكذا دعوات، لكن للأسف الشديد لم يتم البدء بإعادة الإعمار بشكل فعلي في اليمن منذ انطلقت الحرب في عام 2015. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني إعلان ربما غير يعني الحكومة نفسها في تصوري غير مستعدة له في المرحلة الحالية، وأيضا حتى الأطراف الدولية المعنية من شركائها أيضا غير مستعدين لخطوة مثل هذه، لا سيما
مع الظروف السياسية التي تعيشها الحكومة في المرحلة الراهنة. ففي تصوري إنه هذه الدعوة يعني رغم أهميتها ورغم أهمية البدء بإعادة الإعمار، لكن في تصوري هي ولدت ميتة. ويعني إذن ما الجدوى؟ من الصعب المراعاة. ما الجدوى من إطلاق هكذا دعوة؟ وفي حديثك ذكرت بأن الحكومة الشرعية أصلا ليست مستعدة. في تصوري أنه لا أعرف خلفيات يعني الدعوة في هذا التوقيت دون ترتيبات كاملة لهذه المسألة. نعم. معروف أن هذا النوع أو هذه الدعوة لبرنامج لإطلاق برنامج من هذا النوع يتطلب ليس فقط يعني موقف الحكومة، وإنما أيضا موقفها، موقف شركائها الدوليين، الترتيبات أيضا على في الواقع لخطوة مثل هذه. يعني أن تدعو الحكومة لعملية إعادة إعمار وهي غير موجودة، يعني في اليمن إعمار فين يعني، وأي المناطق يعني سيتم إعمارها، وما هي خطة الإعمار، مع من، كم كلفة يعني الإعمار، وأي القطاعات سيتم البدء فيها. في تصوري أن الإعلان يعني لن يقدم ولن يؤخر من هذا النوع، ولا توجد أي ترتيبات فعلية تضمن أن هذا الإعلان يمكن أن يتحول إلى واقع عملي يؤسس لإعادة إعمار في اليمن. نعم سيد محمد الجماعي، إذا لا مؤشرات حقيقية تدعو الحكومة لفرض مثل هذه الدعوة أو لدعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الإعمار في اليمن، إذا برأيك كيف يمكن النظر إلى هذه الدعوة؟ سيد محمد هل تسمعني؟ سيد محمد، إذا أنتقل إليك ضيفي عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي. سيد عبد الواحد، يعني أكرر طرح السؤال عليك الذي طرحته لضيفي محمد الجماعي، لا مؤشرات حقيقية والحكومة ليست مستعدة لمثل هكذا دعوة، إذا لماذا تطلقها؟ ما الغرض منها؟ هو الموضوع ببساطة أنه محمد الحاوري سافر يتمشي أوزبكستان أعتقد، وعشان يحضر هذا الاجتماع، وهذا كلام بيعبه به الهواء، يعني يقال أنه مجرد كلام الاستهلاك الإعلامي ولا أكثر من ذلك ولا أقل. لأنه زي ما قال الأستاذ مصطفى نصر، يعني كيف تشتي من الناس انهم يساعدوك وانت نفسك لم تساعد نفسك؟ يعني هذه الحكومه لما تقول انها تشتي مساعدات او تشتي الناس تشاركوا معها في برامج اعاده الاعمار، طيب هل اعدت الحكومه خطه او برامج عرضتها على الشركاء الدوليين لاغراض اعاده الاعمار؟ هذا لو افترضنا اصلا، لو افترضنا انه اليمن جاهزه لما يسمى إعادة الإعمار في المرحلة الحالية، ولو أنه مفترض أنه يحصل إعادة الإعمار في المناطق المحررة أقل شيء. طيب هل لدى الحكومة تقارير مالية، تقارير فنية عن السنوات الماضية، بيانات توضح من أين مثلا ظهرت هذه المئة مليار دولار؟ يعني ما هي أسباب الخسائر، وأين تمت الخسائر في التي تكبدتها اليمن طوال سنوات الحرب؟ حتى محمد الحاوري نفسه التقارير اللي تصدرها ادارته كلها تقارير بناء على معلومات تقديريه، يعني كذا زيه زي اي مفسفك. طيب يعني انت ايش رحت تعمل؟ هو راح يتمشي ببساطه، لا دخل لا كبش الموضوع، راح يتمشي، وهذا الكلام كله لتعبئه الهواء. نعم. بالمناسبه في نقطه بس احب اذكر تفضل انوه اليها، في تقريركم تذكرت انه المبالغ المساعدات مليار و800 مليون، المبالغ وصلت 2 مليار و500 مليون دولار، وهذه المبالغ لو فعلا وصلت اليمن، لو كان فعلا محمد الحاوري وزملائه في وزاره التخطيط والتعاون الدولي ضغطوا على الشركاء الدوليين انهم يوردوا هذه المبالغ على الاقل للبنك المركزي اليمني يتم المصارفه عبره، كان الريال اليمني
استعاد عافيته وقدر انه يستعد قيمته السابقه امام العملاء. سنعود سيد عبد الواحد للحديث عن هذه النقطه التي تحدثت بها وهي تعهدات المانحين وما إليه، لكن أنقل لربما نقطة مهمة أنت تحدثت عنها، المبلغ المقدر من قبل الحكومة الشرعية بمئة مليار دولار، هذا ما تحتاجه لإعادة الإعمار. سيد مصطفى، كيف تقدر أنت هذا المبلغ؟ كيف تنظر إليه؟ هذا المبلغ طبعا هو ما ليس له علاقة بإعادة الإعمار. هذا المبلغ الذي تقدمه المنظمات الدولية لدعم الجانب الإنساني أو خطة الاستجابة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة، وهذا مسار يعني إنفاق هذا المبلغ مختلف، يعني هو أقل من الحد الذي تطالب فيه هذه المنظمات، وتعتقد واعتقد انه الكثير من المنظمات الدولية. سيد مصطفى، انا لا اتحدث عن ما قدمته المنظمات، نحن نتحدث عن المبلغ الذي حددته الحكومة الشرعية ب 100 مليار لإعادة الإعمار، كيف يمكن النظر الى هذا المبلغ وعلى اي اساس تم تحديد هذا المبلغ؟ هي تحدثت عن خسائر، انا اعتقد انه هذه تقديرات للخسائر وليست تقديرات لإعادة بناء الإعمار، يعني أو لإعادة الإعمار، يعني تقديرات لخسائر الاقتصاد اليمني، وهي تقديرات في تصوري أيضا غير كما ذكر الزميل عبد الواحد، يعني هي غير مبنية على دراسة حقيقية للاحتياجات. يعني على سبيل المثال كان البنك الدولي عمل دراسة لبعض المناطق، لخمس مناطق تضررت بفعل الحرب، وتوصل إلى أن هذه المناطق تحتاج يعني لإعادة إعمارها وفقا لإسقاط أو لإسقاط جوي ودراسة يعني مسحية قوية على المناطق، يعني إلى تقريبا 15 مليار دولار لبعض هذه المناطق الخمس فقط. من الصعب الحديث عن مبالغ كلفة إعادة إعمار ونحن أولا ما زلنا في إطار الحرب، هذا نقطة. النقطة الثانية أنه ما هو الذي سيتم البدء فيه؟ ما هي خطة إعادة الإعمار؟ ما هي يعني هذه العملية في تطوري لا يمكن للحكومة اليمنية أن تبدأ فيها لوحدها، هذه نعم. في تطوري برنامج متكامل هو مرتبط إلى حد كبير بالشأن السياسي، مرتبط بعملية إيقاف الحرب وغيرها، وواضح أن الشركاء في هذا الجانب أو سواء كان في التحالف أو يعني الشركاء اليمن الدوليين يعني غير واضعين هذا الملف حتى اللحظة على طاولة. وفي إطار الحديث عن الملف السياسي والتصاعد العنف واستمراره في اليمن، أرحب بك معنا مجددا ضيفنا محمد الجماعي المحلل الاقتصادي. إذن ما جدوى هذه الدعوة في المجال الاقتصادي بينما المجال السياسي لا يزال متوقف وهناك تصاعد للعنف واستمرار لهذه الحرب؟ في الحقيقة أنا يعني أؤيد ما ذكره كثير مما ذكره الزملاء، ولكن في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة تقريرا أو عملا يخص مستقبل اليمن أو حاضرها، هذا يعني أن الحكومة موجودة وأنها حاضرة وأنا أعرف أن وزارة التخطيط تصدر تقريرا للمستجدات بشكل منتظم وفق أدواتها المتاحة، وهي أعتقد أنها ليست بالصعوبة التي يتحدث عنها الزملاء، ولكن إن كان النظر إلى الرقم على أنه ضعيف أو صغير فهذا ربما مما يمكن الحديث حوله، لكن معنى الخسائر التي خسرتها اليمن طيلة هذه الفترة هي المبالغ التي كانت الحكومة ترسم خططها وفقا لها في موازناتها السنوية. يعني أنا خسرت مثلا 20 مليار دولار في عام كذا، معنى ذلك ان هذا الرقم من الايراد هو كان سيخصص ويذهب الى المجالات التاليه. انت تحدثت سيد محمد الاعمار بشكل كبير، وايضا نعم كنت قلت بان في بدايه حديثك بانه حينما يطلب من الحكومه الشرعيه، من الذي يطلب من الحكومه الشرعيه؟
لا لم أقل يطلب، أنا قلت يصدر من الحكومة الشرعية تقرير أو بيان محدد، لم أقل يطلب منها. تفضل. هذه التقارير تصدرها الحكومة بشكل مستمر، ووزارة التخطيط أيضا تطلقها بشكل مستمر، وهي المرجع الوحيد ربما في موضوع في كثير من المواضيع. إذن حينما يصدر التي كما أوضحت سيد محمد، حينما يصدر من الحكومة الشرعية هكذا دعوات وهكذا تقارير، ما هي المؤشرات التي بنت عليها؟ هذا يوجه للحكومة، لكن الذي نعرفه الآن أن وزارة التخطيط لم تتوقف عن إصدار المستجدات في كثير من المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية وغيرها، عفوا الاقتصادية والتنموية وعلى صعيد العلاقات الدولية وإعادة الإعمار والإغاثة. نعم. هذا الملف تطور، أنا تابعت تقارير الوزارة وهي تتحدث من 57 مليار دولار إلى 88 إلى 100 الآن، يعني هذا معناه أنها تواكب مثل ما قال الأستاذ مصطفى أنها يعني ما زلنا في مرحلة حرب، وهذا الرقم ربما لا يعبر عما تحتاجه اليمن فيما لو انتهت الحرب، ولا ندري متى ستنتهي، لكنها تواكب، وأنا متابع مسألة التقارير التي تصدرها والتقديرات التي تصدرها، وهي أيضا متناسقة كثيرا مع ما يصدره البنك الدولي في التقارير السنوية بالنسبة للدول، هي متقاربة، وهو يعني لا أعتقد أن البنك الدولي يبتعد كثيرا عن هذه الأرقام ولا يبني أرقامه دون التواصل و يعني مع مؤشرات ودراسات واستنتاجات أيضا وزارة التخطيط. برأيك إذن ما هي التحديات التي تقف أمام هذا الملف أمام إعادة الإعمار؟ تحررت عدن في 2015، وكان منذ ذلك الحين تستطيع المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول التحالف أن تقوم بهذا المشروع سريعا. أذكر أيضا في عام 2018 أصدر رئيس الوزراء السابق بن دغر يعني افتتح مشروعا لإعادة الإعمار ممولا من الكويت ب 20 مليار ريال يمني، بما قيمته تقريبا في بالدولار لا أتذكره الآن، لكن أتذكر الرقم بالعملة اليمنية 20 مليار لإعادة بناء البيوت المدمرة كمرحلة أولى. منذ ذلك الحين ما تزال اليمن يعني تحت وطأة الحرب، لكن في مناطق محددة وجبهات محددة، وكثير من المناطق يفترض الشروع في بنائها وفي البداية ببناء بالإعمار، لكن الوضع كما هو واضح حاليا لم تمكن الحكومة أصلا من أدواتها الاقتصادية بشكل كامل ولا حتى 50%، وهذا يجعل مشروع إعادة الإعمار مثل ما تحدث الزملاء أنه مشروع طموح ويعني خيالي شوية، لأنه لم يبنى على أساس أنه كيف ستبنى أوعية الحكومة، لأن الأوعية الحكومية لاستقبال المواد. أنا أذكر من ضمن المواضيع في موضوع تعويم العملة أنه كان لمواكبة موضوع إعادة الإعمار، لابد على يعني أن يقدم المقاولون وأن يقدم الحكومة مشاريعهم بسعر العملة الحقيقي. يعني كان سيد عبد الواحد الحديث الآن الأوعية الحكومية. نعم وضحت سيد محمد، وسأترك لك المجال للحديث أكثر، لكن أنتقل الآن إلى ضيفي عبد الواحد. سيد عبد الواحد، بالنظر إلى هذه الدعوة مع ما يحدث داخل المملكة العربية السعودية من تسريح للعمالة اليمنية، كيف يمكن فهم هذا المشهد؟ ولربما السعودية تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في اليمن. يا سيدتي الكريمة، السعودية من أول يوم وهي تحارب اليمن، كل اللي يقول لك أن السعودية تقف مع اليمن، ما يحصل على أرض الميدان وفي الواقع مغاير ومخالف تماما لما يتم الإعلان عنه في الوسائل الإعلامية. السعودية تقوض اليمن اقتصاديا، تمنعه من تصدير نفطه، تمنعه من تصدير غازه، تحاصره برا وبحرا وجوا، الميناء الموانئ محاصرة، المطارات محاصرة، الحدود محاصرة، وفوق هذا كله لم يتم عمل أي
يعني تم تجريع المغترب اليمني الذي تعرف السعودية أنه المصدر الرئيسي لتمويل الشعب اليمني في الداخل، تم تجريعهم رسوم وغرامات بمليارات الدولارات، حتى على مستوى المساعدات الإنسانية التي يضخوها لليمن هي تذهب عبر محلل اسمه منظمات الأمم المتحدة وتصل إلى ميليشيا الحوثي، فبالتالي هم يمولون الميليشيا بطرق مباشرة أو غير مباشرة ويقوضون اليمن اقتصاديا، وبالتالي السعودية لا تريد لليمن أن يستعيد استقراره وعافيته الاقتصادية، لأنه استقلال اليمن اقتصاديا معناه بالنتيجة استقلال قراره السياسي، وهذا ما لا تريده السعودية بشكل طبيعي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، وأعود إليك سيد مصطفى. إذن هي لربما دعوة طموحة وخيالية كما فهمت من حديث ضيفنا محمد الجماعي، إطلاق هذه الدعوة بالنظر إلى مساعدات المانحين في المؤتمرات التي كانت تقام بشأن اليمن، ويعني الدعوة لهؤلاء المانحين لدعم اليمن ولدعم المأساة الإنسانية في اليمن وتلافيها، كيف يمكن فهم المشهد والربط ما بين هاتين النقطتين؟ واضح انه المساله يعني كما اسلفت انه اعاده الاعمار هو قرار سياسي بالدرجه الاولى وليس قرار اقتصادي، وبالتالي لم يتخذ قرار يعني البدء باعاده الاعمار في اليمن حتى اللحظه، ولم يجهز اي استعدادات يعني عمليه للبدء فيه حتى اللحظه. مساله المؤتمرات التي تنعقد ل دعم الجانب الإغاثي والإنساني، هذه يعني هي فقط كجزء من التزامات الدول العالم لعدم وقوع الشعب اليمني في مزيد من المجاعة وغيرها، للإبقاء عليه يعني قيد يعني الحياة في الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهذه مشكلة يعني في تصوري أنه حتى برامج الإغاثة برامج الدعم الإنساني لم تتحول إلى برامج لتعافي اقتصادي، لم تتحول إلى برامج لدعم على الأقل دعم تنموي مستدام، وإنما ظلت هي في الحد في الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الحياة للحفاظ، رغم أنه يعني أيضا بتقارير وفقا للاعترافات المنظمات الدولية وتقاريرها أن المؤشرات يعني تزداد سوءا بشكل أكبر، وهذا يعني يوضح او يشخص المساله بانه فعلا هذه البرامج لم تؤدي الدور المطلوب منها. ومساله اعاده الاعمار مختلفه تماما عن مساله ملف الاغاثه الانسانيه المباشره، وايضا التعافي الاقتصادي ايضا هو ملف او توجه تنموي مختلف عن هذا كله. الخلاصه انه نعم. الحكومة لكي تبدأ يعني تفكير بهذا الأمر هناك متطلبات وشروط، أولها هي أن تبدأ بإعادة ترتيب نفسها وإداراتها ومؤسساتها، أن تعود أولا إلى الداخل، وهذه في تصوري أولى الأولويات، يعني أن لا تحكم نعم. البلد من خارج يعني البلد، وهذا يعني في تصوري أول يعني تحدي يمكن أن يعطي الثقة ويرسل ثقة للمجتمع الدولي أن هناك يعني حكومة ومؤسسات يعني يمكن أن تستوعب هذه المبالغ. بعده يمكن التفكير في مسألة آليات استيعاب هذه الأموال وغيرها، لأنه مسألة الأدوات الحكومية الآن في استيعاب التمويل الخارجي حتى لو سلمت لهم 100 مليار وهو مبلغ بسيط، يعني يقصد مليار دولار واحد وهو مبلغ بسيط في كلفة إعادة إعمار، يعني في تصوري ان هذا المليار الدولار لن يستطيعوا انفاقه، لانه يعني ليس بالعمليه السهله هذه، تحتاج الى جهاز كفء يدير هذه الاموال، اموال خارج، ونحن نعرف انه ما قبل الحرب يعني اليمن او الحكومه فشلت في استيعاب حدود تقريبا 4 مليار دولار وهي حكومه قائمه ومؤسساتها كانت شغاله وغيرها، فما بالك اليوم لا توجد حتى مؤسسات، من نعم. يعني لمن سيتم دفع المبلغ وكيف سينفق
وغيره. هذا ملف في تصوري ملف يعني أكبر من أن يتم الإعلان عنه بشكل يعني عفوي كذا في لحظة معينة. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي السيد مصطفى نصر. وأعود إليك سيد محمد، إذن قرار إعادة الإعمار بالدرجة الأساسية هو قرار سياسي، لكن الملف السياسي في اليمن لا يزال معطل، وهناك عدة شروط لتوجيه مثل هكذا دعوات إلى المجتمع سواء الإقليمي أو الدولي، كما ذكرها السيد مصطفى لربما قال أنه يجب على الحكومة الشرعية العودة إلى الداخل اليمني وأيضا ترتيب أوراقها. تفضل. نعم، سأبدأ من حيث انتهى الأستاذ الزميل مصطفى، وهو موضوع الحكومة وترتيب أوراقها، وهو أيضا ما ختمت به في الفقرة السابقة أن إصلاح الأدوات المالية والاقتصادية هو أمر مهم، سواء بدأوا بإعادة الإعمار أو يعني استمرت الحرب. إصلاح الأدوات المالية ولا يعني واستيعابها واستيعاب التمويلات الخارجية مهم جدا في إطار مؤسسات الدولة، لأنها الآن تعيش وضع حربي وكثير من الأمور تحبط بسبب عدم اكتمال الأدوات الحكومية بشكل عام. تشتغل نعم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، لكن تعطلت الكثير من الإيرادات، تعطلت أيضا الكثير من الأدوات التي كانت تعين الحكومة، ليس فقط الاستيعاب المنح والقروض والمساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وإنما أيضا يعني حسم كثير من القضايا العسكرية، والتي هي في الأساس أكبر شيء يثقل كاهل الحكومة. نعم. في الوقت الحالي الحديث عن إعادة الإعمار هو حديث عن أمل في الأفق يعني لم نحصل عليه منذ 2015، وكان بالإمكان ما حدث في عدن الآن في الأيام الأخيرة من مشروع حوكمة المشتقات النفطية ودعم المشتقات النفطية بالمنحة السعودية، اشترطت في حوكمة، يعني حتى الدول التي ستدعم مشروع إعادة الإعمار ستشترط الكثير من الشروط لكي ربما ستأتي للتنفيذ بذاتها وبأدواتها مباشرة وتعطيها للحكومة اليمنية. وبالتالي أنا أنظر إلى تقرير الحكومة الذي أصدرت فيه هذا على أنه مؤشر من المؤشرات التي سيستنتجها المجتمع الدولي وسيأخذها في الحسبان، وليس معناه دعوة لإعادة الإعمار في الوقت الحالي. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، كما أشكر ضيفي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، وأيضا كان معنا الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل راضي صبيح، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء في زوايا حدث جديد.